سيد محب الله شريف أنت معنا؟ نعم. طيب نعم أنا أسمع صوتك. أنت معنا الآن. مراقبون أفغان يعتقدون أن إسلام أباد إنما تنتهج برنامج عمل خاص بها وهو في أغلب الأحيان على حساب أفغانستان، لماذا يشكك الأفغان في الدور الباكستاني؟ نحن نستطيع أن نقول نعم بأن شك الأفغاني على موقف باكستاني لم يأتي من الفراغ. الشعب الأفغاني لديه أدل نعم أدلة قوية على أن القوى الباكستانية وخاصة الاستخبارات الباكستانية متورطة في كل تلك العمليات التي تدور اليوم على أرض أفغانستان. ومن أجله من أجل هذا أو من انطلاقا من هذه النقطة نستطيع أن نقول من هذه النقطة وانطلاقا من هذه النقطة نستطيع أن نقول بأن هذه العمليات أو هذه الاستراتيجيات أو هذه الوجهات السياسية التي تتخذها حكومة أفغانستان هي ليست من الفراغ. ولأجل هذا أنا أقول، وهنا السؤال الأهم الذي يطرح نفسه معناه أو مفهومه، هل باكستان وأفغانستان اتفقتا على تلك النقاط التي تشترك بينهما وهل التي تخدم مصالحها في المنطقة؟ طيب. وإلى أي مدى كانت هناك حرية حقيقية لأفغانستان وباكستان في مصالحة في تلك النقاط؟ سيد شريف، الموضوع الأساس، بين باكستان وأفغانستان طبعا هو طالبان. هل وجهتان نظر يعني ما زالتا مختلفتين متناقضتين على الأقل تجاه ما يسمى بمصالحة بتسوية مع طالبان، مع بعض أفراد طالبان التي ينادي الآن الرئيس كارزاي بضرورة انضمامها للعملية السياسية؟ هل تعتقد باكستان هي في هذا التوجه تستطيع أن تساعد على هذا الأساس أم حتى الآن هي غير مقتنعة بذلك؟ باكستان تستطيع أن توافق وأن تساند وأن تساعد في هذا المجال، بس هناك نقطة مهمة جدا لابد أن ننظر إليها قبل هذا السؤال. نعم. وهل هي عبارة عن أن باكستان بالفعل حصلت على تلك النقاط أو على تلك المصالح التي تريدها في المنطقة؟ وهل سمحت لها بدورها التي هي تريدها في المنطقة؟ وهل هذه الأدوار التي تريدها حكومة الباكستانية تسمح بها الحكومة الأفغانية للحكومة الباكستانية لكي تقوم بها؟ إن حصلت هذه النقاط بالفعل أو وافقت الدور العالمي مع باكستان على هذه النقاط، أنا بالفعل أقول بأن باكستان سوف تجبر حركة طالبان أو تلك الفرقة أو تلك الجماعة التي تتبع حركة طالبان التي تتبع سياسة باكستان، هي سوف تكون مكلفة ومجبورة حتى تخضع للمصالحة مع حكومة كارزاي الموجودة والمستقرة في كابول. نعم. طيب أعود إليك أستاذ طارق ونعود إلى معلومات كشفت عنها صحيفة التايمز اللندنية عن مشروع توصيات مؤتمر لندن ربما قبل أن ينعقد، من أن القوات الدولية قد تضطر إلى البقاء 5 أعوام لاستمرار مواجهة طالبان. أولا، هل هذا الأمر يتناقض مع الموقف الأمريكي المعلن بتوقيت انسحابه وفق جدول زمني محدد؟ طبعا هناك تناقض أوروبي أمريكي، يعني الأمريكيون هم الذين يأكلون الضرب بمعنى الدارج. الأوروبيون يريدون حلا استراتيجيا في أفغانستان باكستان، الأمريكيون مستعجلون لأن أوباما وعد الشعب الأمريكي بأن هناك حلول وأنه أرسل المزيد من الجنود كي ينهي الحل بسرعة. لكن على ما يبدو أن الأزمة العامة العسكرية وأزمة الاحتلال الأمريكي في أفغانستان وفي باكستان سوف تتوسع أكثر، بحيث أن كافة الحلول المطروحة حاليا من مؤتمر إسطنبول إلى المؤتمرات الحاضرة إلى مؤتمر لندن لن تستطيع أبدا إيجاد الحلول، لأن الطالبان قد سبقوا النظام الأفغاني في الحل. نعم. قالوا على الأمريكي أن يخرج.
وأن الطالبان في باكستان قالوا أن النظام الباكستاني عليه أن يستسلم للشريعة الإسلامية، وأن لا حل بدون توافق إيراني أمريكي، وبالتالي أعتقد أن مقاومة الاحتلال سوف تستمر، وأن كل ما يريده الأمريكيون حاليا هو كبح هذا الاحتلال في مواجهة الاحتلال. جيد، أنا قبل أن أختم أريد أن أوزع يعني السؤال بين كابول وبين أنقرة. دكتور أوغلو، على المستوى الموقف التركي بكلمة مختصرة لو سمحت، ما الذي يمكن أن تحققه قمة اسطنبول بالتسلسل أو بالنقاط؟ تفضل. كما ذكرت هذه المحاولات كما تفضل الأخ يعني احتياط توظيفي في نظري، وهناك أيضا مبالغة في دور تركيا في المنطقة أكثر من اللازم، وكثير من المحللين ينظرون إلى تركيا بنظرة رومانسية مش واقعية في ظل هذه الأجواء. أنا أعتقد أن جميع القرارات الصادرة من قمة إسطنبول وكذلك من قمة لندن لضمان مصالح إنجلترا والولايات المتحدة، وسنرى القرارات لا وسوف لا تجدون قرارا لمصلحة الشعبين لا لمصلحة أفغان. على كل حال الوقت داهمنا دكتور أوغلو، وقت داهمنا، كنا نريد أن نطرح السؤال الأخير على ضيفنا من كابول محب الله شريف لنسأل عن من الذي سيخرج منتصرا يعني بنتائج هذه القمة. الوقت انتهى، شكرا لانضمامك إلينا محب الله شريف الكاتب والمحلل السياسي من كابول، والدكتور محمد خيري أوغلو عضو مبادرة مؤتمر الشرق من أنقرة، وطارق إبراهيم الخبير بالشؤون الأفغانية في الاستوديو. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، والسلام عليكم.